أدان مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، وقال المفتي إن مثل هذه الجرائم ومن يقفون خلف هذه المحاولة الآثمة يسعون إلى نشر الفوضى بين الفلسطينيين وزرع الفتن والفرقة بينهم، داعيا جميع الفصائل الفلسطينية إلى الاستمرار في عملية المصالحة الفلسطينية لتحقيق المزيد من القوة والوحدة بين أبناء الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقهم وأراضيهم.